مبدئيا انه العصا ليس بيد العراق صراحه، يعني دعنا نكون احنا العراق بلدنا حريصين عليه انا وانت اكثر من كل الناس ربما، ولكن فعليا العراق يعني عندما لا يستطيع يسيطر على فصائل ويضعك في المحظور ويعرض البلد كل الضربات، تعرف اذا هذه الضربات صارت يعني او ربما نفذت من اسرائيل، يعني انا يعني لا استطيع ان اصف لك السيناريو مرعب، ولكن يعني ما اعرف يعني كيف يتخذون القرار ويبرر لك، يطلع يبرر يقول لك والله اسرائيل تريد تاخذ الشرق الاوسط وبالتالي ستقصف العراق. كلام بعيد عن الواقع، بعيد عن التهديد، بعيد عن الريسك المخاطر اللي ممكن يمر بها العراق، فضلا عن الريسك العالي اللي سيكون من مجلس الامن او الولايات المتحده الامريكيه او الجانب الاقتصادي. ما بعرف انا حقيقه يعني كيف يفكرون، يعني كيف يفكرون او من هو يستطيع ان يتخذ القرار في هذا الجانب إذا كان العراق مهدد وفي موقف مصيري. يعني الأمور صعبة والله أحمد، يعني تحتاج لها إلى مسك العصا، وليس مسك العصا من النص، أصلا إحنا ما ماسكين العصا، القرار يجي للفصائل من الخارج وتنفذ يعني من الأراضي العراقية، وأنت تعرف دام حسين يعني ضرب 39 صاروخ العراق، يعني حاصر 13 سنة إلى أن تم غزوه، يعني أكو دروس عندنا بالتاريخ يعني. فما أعرف الناس شلون يعني تفكر، ما هو سياق التفكير والإجراءات المضادة والعمل السياسي، والله حقيقة أنا ما أعرف، يعني ما عندي تصور كيف يتخذون قرارات.